منظومة S-500 الصاروخية التي أرعبت أمريكا. تعد منظومة الصواريخ S-500 نسخة مطورة من منظومة الدفاع الصاروخي S-400 تريومف الحالية، وتم تصميم المنظومة المتطورة لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ICBM، بالإضافة إلى صواريخ كروز فائقة السرعة والطائرات الشبحية المجهزة بأنظمة تشويش. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك بقناتنا فكرة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. اعتراض 10 أهداف في نفس اللحظة. ووفقا لمصادر عسكرية روسية، سيبلغ الحد الأقصى للصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ الباليستية في منظومة S-500 نحو 600 كيلومتر، بينما سيبلغ الحد الأقصى للصواريخ الاعتراضية المضادة للتهديدات الجوية 500 كيلومتر. وسوف تتميز منظومة S-500 بالقدرة على رصد ما يصل إلى 10 أهداف فرط صوتية في وقت واحد. والأسلحة الفرط صوتية هي صواريخ يمكنها التحليق بسرعة 5 كيلومتر في الثانية إلى 7 كيلومتر في الثانية. وسوف تتمكن المنظومة من تعقب وتدمير الصواريخ الباليستية التي يصل مداها إلى 3500 كيلومتر. وكشفت تقارير إعلام غربية أن هذه المنظومة تمكنت خلال اختباراتها من إصابة هدف على بعد 481 كيلومترا، وهو أكثر ب80 كيلومترا من مدى عمل أي من مثيلتها في العالم. ويعتبر الروس منظومات صواريخ S-500 السلاح الأول لمواجهة طائرات F-35 الأمريكية، فهي الضربة القاسمة لأيقونة الولايات المتحدة حسبما ذكر أحد المهندسين الروس العاملين على السلاح الجديد. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن شراء تركيا منظومة S-400 دفاعية من روسيا اتفاق لا رجعة فيه، مضيفا أن بلاده ستشترك أيضا مع موسكو في إنتاج منظومة الدفاع S-500. أنواع الأهداف. تستهدف منظومة S-500 الصواريخ الجوالة من نوع كروز وجميع الطائرات المسيرة بدون طيار والمروحيات بجميع أنواعها وجميع الطائرات المقاتلة والشبحية وعلى رأسهم المقاتلة F-35، وتستطيع أيضا استهداف الصواريخ الباليستية والأقمار الصناعية التي تعمل في مدار منخفض والمنصات المدارية في الفضاء والصواريخ في الفضاء القريب. المميزات. تستطيع صواريخ منظومة S-500 العمل خارج الغلاف الجوي للأرض وتدمير الأهداف الباليستية، وتستطيع اعتراض 10 رؤوس صواريخ قادمة من الفضاء في نفس الوقت. تخلو هوائيات رادارات S-500 من أجهزة الإرسال، حيث يقوم الهوائي بنفسه بتشكيل الإشارات. منظومة متكاملة متنقلة. وستكون منظومة S-500 متنقلة، حيث سيتم تثبيت منصات إطلاق الصواريخ على ظهر شاحنة عسكرية عشارية الدفع من طراز BAZ-55K6MA، وستشمل بطارية S-500 على مركبات إطلاق 77B6 محمولة على ظهر الشاحنات المذكورة، فيما ستكون نقاط القيادة والتحكم على ظهر شاحنات سداسية الدفع من طراز BAZ. وسيتم تزويد المنظومة برادار من طراز M للاستحواذ وإدارة المعارك، وهو عبارة عن تعديل للطراز Big Bird. كما تتضمن المنظومة رادارا من طراز 77T6 مضاد للصواريخ الباليستية يتم تثبيته على متن شاحنة عشارية الدفع. ينتظر أن تصل منظومة S-500 إلى القوات المسلحة الروسية في عام 2020. إن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب للفيديو، الاشتراك بقناتنا فكرة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.